دوري يا زمالك ليست مجرد مقولة يرددها الجمهور العاشق للقلعة البيضاء، ولكنها حقيقة يعيشها الجميع بعد تتويج الفارس الأبيض ببطولتي الدوري خلال آخر نسختين. الأمر ليس بالمستحيل، الزمالك قادر على فعلها، فالزمالك هو الفريق الأفضل في مصر خلال آخر موسمين على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج. فالفريق يضم أبرز وأمهر وأفضل العناصر الفنية الموجودة في مصر بقيادة جهاز فني مخضرم من البروفيسور فيريرا. الجميع يحلم بالتتويج ببطولة الدوري للعام الثالث على التوالي في ظل الدعم الكبير من المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة بالكامل. الأمر ليس مجرد هتاف في المدرجات ولا أمنيات في الشوارع، بل هو حقيقة قادرين على تحقيقها سويا. فبالرغم من صعوبة المنافسة وضغط المباريات وقوة المنافسين، فريقنا قادر على عبور التحدي وقادر على حسم اللقب لصالحه. فالأمر أصبح بمثابة فرصة حقيقية لإثبات أن الجيل الحالي واحد من أفضل الأجيال التي مرت على نادي الزمالك على مدار التاريخ. فالجميع يعمل بكل قلبه وكل جهده من أجل هدف واحد، التتويج بالدوري. الجمهور في المدرجات والإدارة من النادي والفريق من الملعب هدف واحد ورغبة واحدة وتحدي معلوم، الدوري يا زمالك.